بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بشراكة مع وزارة الثقافة والجمعية المحلية لأقايغان، إذن اليوم قرية الأطفال إس أكادير حاضرين هنا في الميدان في المعرض ديال هذه الجمعية. وهذا المعرض هو مناسبة باش ديال تبادل ثقافي بين أطفال ديالنا ديال القرية وبين الناس ديال المنطقة. وهي منطقة غنية غزيرة بالتضامن وغزيرة بواحد العطف وواحد لقينا هنا واحد الحماس لا متناهي. وبهرنا بزاف بهذا النظام ديالهم والتضامن. إذا حنا سويس فيلاج دونفون إن شاء الله غادي نشاركوا غادي عندنا واحد المسرحية اللي درناها في إطار مع وزارة الثقافة اللي سميتها حميدة. إذا غدا إن شاء الله غادي يكون مناسب باش نعرضوا لهاد الدواوير هاد المسرحية. ثم إن شاء الله غنقدموا لهم واحد فرقة موسيقية وإنكوريغرافي ديال الأطفال ديالنا. وكما شفتوا الأطفال ديالنا دابا راه حتى هما معبئين بالزي تقليدي ومندمجين ومنسجمين مع الأجواء اللي كاينين في هاد المنطقة. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.